ما لا تسأل هذه الأسئلة التي لا شأن لنا بها وتدخل من أعطاك هذا؟ لن يستطيع المعصوم بنفسه أن يرد عليها. الله يصيبك مصيبة من حين أديت لي هذه الأسئلة. أهلا وسهلا بكم من جديد. نتحدث في هذه الحلقة عن العصمة. مولانا العصمة، ما هي العصمة؟ العصمة هي أن تكون بيد الرجل. زبية. العصمة كما جاء في كتبنا أنها عدم الخطيئة، عدم المعصية، عدم الخطأ، عدم السهو. أربع صح؟ ما هن لا ثلاث. عدم السهو، عدم الخطأ، خطأ. عدم التبول، المعصية، الخطأ، السهو، عدم الخطأ وعدم المعصية وعدم السهو. هذا معناه العصمة. نعم، العصمة هي هذا الشيء. من هم المعصوم؟ المعصومون هم الملائكة والأنبياء والأئمة الاثنى عشر المعصومون رضوان الله عليهم وأرضاهم، وجمعنا بهم إن شاء الله نحن وذريتنا وجميع أهالينا مع هؤلاء المعصومين الاثنى عشر الذين نتمنى أن نكون معاهم. من هم الاثنى عشر؟ هل تعرف أنت اسمهم؟ نعم معروف، هذا معروف. الإمام علي والحسن والحسين والإمام علي بن الحسين والإمام زين العابدين والإمام صادق والإمام الجعفر والباقر كلهم إلى أن نصل إلى أن نصل إلى هذا. لا تسألنا عنهم. يعني في كلامك أننا إذا اختلف الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعود اللهم صل وسلم عليه وعلى آله فقط وعلى آله. لا يجب أن تذكرها، لأنه من لم يصلي عليكم لا صلاة له يا رب صلي. هذا موجود في اليمن. المهم هذا دليل الحكم. الآن هذا أكبر دليل أنه الصلاة عليه أنه قال الشاعر يا آل بيت رسول الله حبكم الله فرض من الله في القرآن أنزله. يا ليلاه يكفيكم من عظيم الشان أنكم الله من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الله هكذا الله. يقول الحكمة اليمانية. هل لهم مؤلفات هؤلاء؟ لا. طيب كيف نرجع لهم وليس لهم مؤلفات؟ بدت بقى لا بدأ معنا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي أريد أسأل سؤال. تفضل. هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء الأئمة كالكاظم والباقر زين العابدين؟ لا يجوز، لا يجوز. ما إيش المشكلة إذا سمى اسم ها كاظم؟ كاظم السائر. ها يعني أقول أنها في بعض الكتب جائز مختلف وفي بعض الكتب لا يجوز. يعني الأولى عندك أنت من ترجح؟ بماذا نأخذ قصتك؟ نأخذ بالقرآن وهو الأولى. مذكور في القرآن؟ يعني لا نذكر لا بكتب الشيعة هذا ولا بهذا، نأخذ بالقرآن وهو الأفضل. لماذا حددتم أن المعصومون 12 فقط؟ لأنهم 12 درز درزا. عندما تأخذ تأتي البضاعة تقول أريد درز، اثنين درز، ثلاثة درز، فهم مثل الأئمة الاثنى عشر درز. لا يجوز أن أقول درز وحبة أو درز إلا حبة، لا يجوز. هل تبيع درز بدون حبة وأنت تاجر جملة؟ في هذا دعاية الدليل. هذا الدليل. دعاية واحد موجود، الدعاية موجودة الحوثي. حياك وياك وأنزل الناس اللي معك. أنت كيف تصف هؤلاء أنهم معصومون؟ هؤلاء معصومون لا يخطئون أبدا ولا ينسون أبدا أبدا أبدا. إذا كان الله تبارك وتعالى قال الله عن آدم عليه السلام فعصى آدم ربه فغوى وهو أبو البشر وأول الأنبياء، وقال عن موسى عليه السلام يناجي ربه لا تؤاخذني بما نسيت وهو نبي، كيف بشر عاديين لا يخطئون لا ينسوا؟ هذا هم لا يعصون، لا يعصون. أنت قلت لا يخطئون لا يسهون لا يعصون. هؤلاء الأنبياء يعصون، لكن الأولياء المعصومين لا يخطئون ولا يعصون أبدا. يعني أفضل أفضل، يعني لا يخطئون ولا يعصون، ولا حتى في تصرفاتهم ليس هناك خطأ. ولاحظ الكتب حقنا. أنت تقدسهم أعظم من الأنبياء؟ لا لا، أنت خذ أسئلتك ولا تتجاوزها حتى كما هذا اللقطة لا تعرضوها في البث حتى لا تشوه. إذا كان لا يخطئون لماذا تنازل مثلا الإمام الحسن لمعاوية وهو معصوم؟ لا أنا أقول انظر إلى الآية في سورة لا هم لا يخطئون آل البيت نعم لا يخطئون نهائيا ولا يعصون ولا شيء. انظر إلى الآية، آية في سورة الأحزاب الآية رقم 33، وستعرف ما معنى أن آل البيت منزهون وأن الله سبحانه وتعالى يحميهم ويؤمن من الخطأ والعصيان. الآية 32 33 وقرنا في بيوتكن
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا أنتم المقصودون؟ هذه الآية اللي قلت لك؟ نعم. ونص لا تفعلها 33 لأن 30 ونص. طيب وأقمنا الصلاة وآتنا علينا أي نعم. يا وأطعنا الله ورسوله. هذا علينا. نعم. لا امشي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه هي الآية التي هذه جاءت في أما الآية الأولى التي وقرنا في بيتكم هذا لا شأن لنا. يقصد بها نساء النبي. أنتم من؟ نحن آل البيت. نحن آل النبي. الآية المقصود بها نساء النبي. السياق يقول هكذا. نعم. لماذا تسأل هذه الأسئلة التي لا شأن لنا بها وتدخل من أعطاك؟ هذا لن يستطيع المعصوم بنفسه أن يرد عليها. الله يصيبك مصيبة من حين اديت لي هذه.